شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 66 سنة من العمل داخل السوق المصري باحترافية عالية في تصنيع الحلول الزراعية المتكاملة. زيات لها خبرة طويلة في مجال الزراعي، لكن أول مرة نبقى موجودين هنا في المعرض. عاوز أقول الحقيقة نجاحات الحمد لله كبيرة جدا وملموسة ومعروفة لجميع. صرح كبير تصنيعي قدم العديد من الخدمات للمزارع المصري من الحلول عالية الجودة. يعني كفر الزيات بتمتلك أو عندها شهادة الـ 17025، ودي أعلى شهادة في التحاليل الكيماوية الخاصة بالمبيدات. كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بتشارك النهاردة للمرة الأولى في معرض جروتك أنطاليا في السوق الأوروبي، بتقدم نفسها كمؤسسة عريقة مصرية إنتاجية تصنيعية للأسواق الأوروبية. التطور اللي حصل في الفترة الأخرانية تطور هائل جدا. ابتدينا ننظر للزراعة بطريقة مختلفة، ابتدينا ندخل تكنولوجيا كبيرة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هو التصدير ده مهم لمصر، وتوفير عملة، لانه توفير العملة مهم جدا للقطاع الزراعي لاستيراد بعض المواد اللي هي داخلة في التصنيع. حقيقة كفر الزيات كمان بتقدم شركة كيزي باك، وهي المسؤولة عن تصدير منتجات كفر الزيات للأسواق العالمية. هي طبعا كفر الزيات بتعد نفسها من فترة كبيرة داخليا، علشان كنا في إعداد جيد، في منتج قوي، في R&D هايل دلوقتي، في تعاملات مع شركات ضخمة وكبيرة. كفر الزيات تلتزم بالكواليتي، وده يعني هو ده العنوان الرئيسي بتاعنا. احنا اول ناس يكون عندنا شركة لإنتاج المركبات الحيوية من 2005، يعني بقالنا دلوقتي اكتر من 15 سنة. بنفكر جديا في اننا نسجل مبيدات في السوق الاوروبي. كفر الزيات كانت من الشركات الاولى اللي اسست في 1997 شركة اورجانيك. اورجانيك هي شركة الادد فاليو او القيمه المضافه اللي فيها كبيره جدا، لان كلها منتج مصري بالكامل 100%. شركات استراتيجيه كبيره جدا بتقدمها كفر الزيات في السوق المصري، كمان في الاسواق العالميه، مع كبرى الشركات المنتجه للحلول الزراعيه المتكامله. بقول الحمد لله احنا تضاعفنا، يمكن مش تضاعفنا، ده تريبل الحمد لله، من 3 سنين لدلوقتي في المبيعات، وفي تقديم كمية المركبات اللي بيتم إصدارها في السوق كل سنة مش أقل من 6 ل 7 ل 8 مركبات. احنا خدنا خبرة ناس ساعدتنا عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه. فأنا شايف ان هو ال3 حتت دول اللي انا قلتهم هما اللي ممكن يقدر اي واحد ينجح فيها. الحاجات دي لازم الفلاح يبقى أوير بيها علشان يقدر يعرف الحاجة الكويسة من الحاجة المغشوشة.